قيط على نطاق واسع شي منيح، بس بازدياد الضحايا رح يزيد توترنا أكيد، ومهمتنا رح تنجح، بس هداك الولد ممكن يوقعنا بورطة، لهيك نحنا لازم ننفذ خطتنا بأسرع وقت. شو نهال ما بقدر، عم قلك ما بقدر. اسمع ايه وأنا كمان لو سمحت. نهال طلبي من السائق ياخدك. لو سمحت جهز لي هذا. أنا ما فيني أخدك على السوق. ما هيك مو موجودة، ما بعرف هلأ وينك ومشغول كتير. هلأ نيف شغلته محلولة، بس شو رح نعمل مشان فيكي؟ ما بيصير اترك كل شيء واطلع. انا في عندي خطه لإله. فيكي تعال شوي. نهال انا لازم سكر. خمس دقائق هلا بحكي. اي شوريا ليك فيكي، نحن ب 26 كانون الثاني اخذنا عقد للاحتفالات والموضوع المطابخ الهنديه، قائمه الضيوف شخصيات مهمه ومعظمهم شخصيات كبيره. هالخبر كتير حلو وانا رح حط القائمه. لا ما في داعي فيكي. بس ليش؟ لأنه رح أتعامل مع هذا الحدث شخصياً وناليني رح تساعدني. ناليني من بعد إذنك، بلشي بالتخطيط. ما هيك رح تكون مشغولة وفيكي مشغول بتحضيرات العرس كمان. بعت رئيس الطباخين ليقرر القائمة مع مهك، وأنا وناليني هون منتكفل بالباقي. لا تاكلها شوريا، أنا فيني اتكفل بالموضوعين سوا. لا لا ما بعتقد. أنت مفكر أنه أنت صرت جاهز، بس أنا ما بخاطر. ماشي. نحن معنا وقت قليل بس شغل كتير. خبري الشباب يبلشوا بالتحضيرات. ماشي. أنا كنت عم فكر إنه صار الوقت لحتى نحكي مع أبي، ما هيك؟ مو هلأ، بس يصير الوقت أنا رح حاكي. الليلي في لسه شي تاني؟ أختي كان بدها تكون ممرضة نيف، بس أنت ما وافقت. أنت ما بتوثق فينا؟ أنا بوثق فيكي أنت وبس، لأنه النسوان بيضل قلبهم كتير ضعيف، لهيك اخترت ممرض، وإذا لزم الأمر هو ما رح يتردد ورح يخنقه لنيف، فهمتي؟ أختي لو سمحتي كل شيء. ما هيك؟ إذا أنت ما بتاكلي منيح وقتها أنت رح تضعفي وتمرضي كمان.